أما الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري فاستعرض نتائج الدراسة الخاصة بتحديث إمكانيات الخزان الجوفي المصري وإجراءات الحفاظ عليه، وكمان تطوير أنظمة الري لتقليل الهدر من المياه. اسمحوا لنا نتابع التقرير اللي جاي بخصوص تصريحات وزير الري عن جاهزية السد العالي لاستقبال الفيضان العام الحالي بمشيئة الله. السد العالي مستعد لاستقبال الفيضان الجديد للسنة المائية 2018-2019 والتي تبدأ في أغسطس من كل عام. هذا ما أكد عليه الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، حيث تم إجراء أعمال الصيانة اللازمة لمنشآته، بحيث تبدأ مناسيب المياه في الارتفاع مع وصول مياه الفيضان من الهضبة الإثيوبية عبر النيل الأزرق مرورا بالخرطوم قبل وصولها لبحيرة ناصر بأسوان. وأكد الوزير أن لجنة إيراد نهر النيل انتهت من وضع السيناريوهات المختلفة للتعامل مع موسم فيضان النيل الجديد للسنة المائية، والتي تتضمن آلية التعامل مع بدء السودان في برامج تخزين مياه الفيضان الجديد، آلية تشغيل خزاناتها السنوية والتي تبدأ عادة أوائل سبتمبر ولمدة 3 شهور للحفاظ على منظومة الاتزان المائي. وتستقبل اللجنة تقارير بعثات الري بالسودان وأوغندا بصفة دورية، والتي تسهم في تقييم الموقف المائي للبلاد ومعدلات سقوط الأمطار وتوقعات الإيراد المائي الواصل لبحيرة ناصر من هذه الأمطار وحجم المياه والتوقعات والسيناريوهات المعدة سلفا للفيضان والبدائل المقترحة لتشغيل السد العالي لتحقيق أقصى استفادة ممكنة، وكذلك استعراض مناسيب النيل داخل البلاد وعلى طول المجرى لضمان التوزيع العادل للمياه طبقا للاحتياجات المائية. وحسب تصريحات الوزارة فإنه من الصعب تحديد ملامح الفيضان الحالي، حيث معدل سقوط الأمطار على الهضبة الإثيوبية متذبذب، فلا يتضح ذلك إلا في نهاية موسم الفيضان السنوي في أكتوبر من كل عام.